بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين. ده كده تخطيص في الصيف، دي الطريقة بتاعته التخلص من أي طفيليات خارجية. ده الدواء اللي احنا بنستخدمه دايزينون، والمادة الفعالة بتاعته دايزوماكس 60% مركز. تمام، ده شكل الدواء اهو، وده كده الشكل البرميل اللي احنا بنغطس فيه. طبعا بيبقى في مكان شمس، تملى البرميل كله مية وتحط الدواء بتاعك فيه. وهنشوف دلوقتي بقى الشكل بتاع التخطيص. يلا كده خدها، خد واحد كده، ماشي ماشي، اي حاجة، اي واحد، هات اي واحد. ده جدي اهو، امسك انت رقبته من فوق بس، اهم حاجه انزل بقى، انزل 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 بس، امسك، خلي راسه فوق بس، بس كده، خلي بالك من راسه. يا باشا بص، الجلد كله جسمه تحت الميه. تمام، خليه كده لمده دقيقه، تقعد تفرك فيه، هو يقعد يعافر يغرقنا عادي، مفيش مشاكل. زي ما انت شايف اهو، الجدي كله تحت المية. اهم حاجة عشان الدواء ده سام، الدواء ده سام، خد بالك الدواء ده لو شربوا منه مية ولا حاجة او جه على عينيهم ممكن يحصل تسمم منه. فبرضه انا هقول لك على اسم دواء لو حصل منه اعراض جانبية تبقى تجيبه في الصيدلية البشري، اسمه اتروبين، حقنة اتروبين. الاتروبين ده يعتبر يعني مضاد انتيدوت، مضاد للسموم، احنا بنستخدمه بشري. فلو لا قدر الله غصب عننا مثلا ولا حاجة، المية دخلت في بقه، دخلت في مناخيره، في عينه، في اي حتة، وبدأ يظهر عليه اعراض، يريل مثلا كتير ولا حاجة، والنفس بتاعه بقى سريع ولا حاجة، اعرف كده ان الدواء عمل له تسمم. تمام، فاحنا هنعمل ايه؟ هتجيب الحقنة من الصيدلية البشري اسمها اتروبين، اتروبين. تمام، وان شاء الله ما دام انت مخلي وشه فوق كده، راسه كلها فوق وهو نازل تحت المية كده، ان شاء الله مفيش اي حاجة خالص. وتغطس في يوم زي ما انت شايف كده، يوم شمس، جو حر، بحيث ان هو يطلع المية تنشف. ايه؟ المية تنشف على طول، المية تنشف، تنشف على طول ان شاء الله. تمام، طبعا التخطيص ده عشان اي طفيليات خارجي، براغيت، امل، اي حاجة موجودة، اوبا مثلا ولا حاجة، اي حاجة موجودة في الشعرة بتاعتهم. والحاجة التانية عشان الريحة بتاعت الايه، الريحة بتاعت المعيس تروح نفسها. الناس اللي بتسأل على ريحة اللحمة، الزفارة بتروح منين وكلام من ده، زي ما انت شايفه احنا بنغطس قدامك، بنحميهم قدامك. فطبعا ده بيخلينا نتخلص من اي ريحة ما بتبقاش كويسة، خاصة لما يكونوا جديان، يعني دولك كده جديان خلايط بور داخلة تسميم. تمام، فعشان ريحه اللحمه ومبقاش فيه زفاره خالص في اللحم، احنا بنعمل الموضوع ده قدامك زي ما انت شايفه. تمام، طلع لك جدي كده يا باشا، وهتسيبه في الشمس ينشف، وشكرا على كده. طبعا لما تيجي تعمل الموضوع ده لازم تبقى انت مشربهم كويس قوي، عشان هو لو عطشان ممكن يمد راسه في الميه يشرب يعني. نزل، الله باشا ما شاء الله زي الفل، ربنا يبارك، زي الفل. زي الفل قدامك ان شاء الله، مدام راسه بعيدة خالص عن الموضوع ما تقلقش من اي حاجة، هيقف شوية في الشمس دلوقتي وينشف وخلاص، محدش يكسل بقى عن الموضوع ده، الموضوع ده مهم جدا. الله